عيون جل مغمرات يا حي مركب الدلايل. لحظات الوصول ايضا والتقدم لجباره 7 دقائق 40 ثانية، 6 أجزاء من الثانية. تهانينا لعمران بن حمد بن محمد العامري واللي وصلت مع المركز الثالث. هذه لحظات الوصول مع ثالث المراكز. مشاهدينا متابعينا الكرام، نتابع التوقيت الزمني 7 دقائق بالتأكيد. وصول مع المركز الثالث 47 ثانية، 5 أجزاء من الثانية. تهانينا لحمد بن سلطان بن درويش المنصوري. التواصل يستمر مشاهدينا متابعينا الكرام، والانطلاقات تستمر في هذه اللحظات. أعلنت بداية وانطلاقة شوطنا 12 بمجموع الأشواط والذي خصص للإبكار، خصص للجعدان المحليات الأصايل شعارات أبناء القبائل الحاضرة في تحفة ميادين السباقات. نتمنى التوفيق لكل الأسماء المندفعة في هذه اللحظات مع انطلاقة كل الأسماء وحضور هذه الشعارات في تحفة ميادين السباقات. نتمنى التوفيق لكل الأسماء المنطلقة والحاضرة والمندفعة. 38 اسما وشعار الكل باحث عن ناموس هذا الشوط. أتقدم مع من يتقدم كل الأسماء، أتقدم مع من يتقدم كل الشعارات، ويحضر بشعاره في هذه اللحظات في مقدمة الأسماء. أتقدم مع انطلاقة وتحديات مشكور سالم بن سعيد بن متعب بن سعيد العفاري، يتقدم على المركز الأول قائدا لهذا الشوط. المركز الثاني وتابع القادم شاهين مصبح بن كاسب بن خليفة المسافري القادم، ولكن نتابع من الجانب الآخر هرمز قادم، هرمز وسيف بن عوض بن رشاش البلوشي يقدم هرمز على المركز الثاني. من الجانب الآخر نتابع المركز الثالث، يأتي صايب سالم بن عامر بن خميس المشايخي القادم، ومن عمق الميدان يتسلل المارد ناصر بن بخيت بن سعيد الوهيبي. ناخذ المركز الخامس ونتابع سليل القادم وابو ظفير العامري يقدم، احمد بن سالم ابو ظفير العامري يقدم سليل. المركز السادس، المركز السادس الخلاوي قادم بشعار احمد بن مطر بن محمد الرميثي. المركز السابع، وصلنا الى المركز السابع ويتقدم معزز في هذه اللحظات صالح بن حمد بن شريويح العامري ينطلق في هذه اللحظات. شعار اولمبي يحضر في تحفة ميادين السباقات. المركز الثامن، مش عينك القادم في هذه اللحظات، وراشد بن سالم بن راشد هذا برقراقي ياتي باسماء مميزه وشهيره في عالم سباقات الهجن. مش عينك، يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. المركز التاسع، ناخذ المركز التاسع، نتابع الاسم درب هذا سهولة درب قادم بشعار مانع بن سالم الخريباني. النعيمي من العين قادم من العين من دار الزين. المركز العاشر الفاتن جاسم بن سليم الوهيبي. هكذا هي النتيجة، هكذا هي العشر الأولى المنطلقة وال2 كيلومتر غادرناها في هذه اللحظات بقيادة مشكور سالم بن سعيد بن متعب العفاري. حتى هذه اللحظات تحمل إشارة ممتاز يا مشكور، مشكور على المركز الأول متقدما. ما أخذ له كادر، ما أخذ له كادر بروحه. المركز الثاني،
القادم على المركز الثاني المارد ناصر بن بخيت بن سعيد الوهيبي قادم الوهيبي احد القادمين والاشقاء من السلطنه. مرحبا بالجميع في دانة الدنيا دبي. المركز الثالث اللي وصل العدملي مايب لطاري اللي هذه اللحظات محمد بن علي بن سعيد بالسعودي الاكتبي قادما على المركز الثالث. المركز الرابع ياتي سليل احمد بن سالم بوظفيره قادم يبغي يظهر بهذا الشوط. المركز الخامس اول ندى لناصي ومحمد بن حميد بن ثابت الوهيبي قادما بن ثابت الوهيبي في هذه اللحظات. وين موقعنا الالف والمئتين لوحة الاعلان يا ابو حمد. وغادر مشكور دفع ذاتي اداة القاي في هذه اللحظات. ما يأتي في مقدمة الاسماء من بداية هذا الشوط سالم بن سعيد بن متعب الاعفاري يتقدم على المركز الاول. بالسعودي قادم على المركز الثاني. يقدم العدملي محمد بن علي بن سعيد بن سعودي الاكتبي قادما على المركز الثاني والمركز الثالث. ياتي ناصي لمحمد بن حميد بن ثابت الوهيبي قادم. المركز الرابع المارد لناصر بن بخيت الوهيبي قادم. وكذلك القدوم من الفاتن جاسم بن سليم الوهيبي قادم. ولكن الاعفاري ومشكور على المركز الاول. ما طلع عصا من ابطانه، عصا في الابطانه ما شاء الله. وهو الجماهير يبروله، مشجعين يبروله من اليمين ومن اليسار. قال باي باي، قال مع السلامه، قال خدا حافظ. كل اللغات وسلاله شاهينيه، يتكلم هذا العملاق بلغه الكبار. وين السلام يا ابو حيام الى المصانع الجنوبية إلى الإعفاري. صباح الخير، صباح الخير يا أبو سعيد. أنت السعيد في اللحظات الأخيرة، أنت السعيد في الأمتار الأخيرة. يحتفلون أهل المصانع الجنوبية مع ميدان المرموم، مع تحفة ميادين السباقات بهذا الانتصار. ما عاود حتى هذه اللحظات عصاف الإبطان خطف شوط المحليات. مشكور سالم بن سعيد بن متعب بن سعيد الإعفاري، إشارة امتياز يا مشكور. المركز الثاني اللي وصلنا على المركز الثاني مشاهدينا ومتابعينا الكرام الكحال سالم بن عبد الهادي الأملح المري. والمركز الثالث ناصي لمحمد بن حميد بن ثابت الوهيبي. المركز الرابع العدملي لمحمد بن علي بن سعيد بن سعودي الكتبي. المركز الخامس 35 هذا اللي وصلنا مياس لسالم بن سعيد بن بنانة الكتبي. هكذا هي النتيجة. 7:34 ست أجزاء من الثانية والتوقيت الأفضل. سلام المصانع الجنوبية، سلام مشكور وبدون يوامر. تهانينا والناموس لمالك مشكور سالم بن سعيد بن متعب بن سعيد الإعفاري من قدمه بتوقيت زمني مقداره 7:34 ست أجزاء من الثانية والخمسة كيلومترات. طوقها المشكور وعصاه في الإبطان والتوقيت الأفضل يتسجل مع المصانع الجنوبية. المركز الثاني ناتي مع المركز الثاني والتوقيت الزمني في هذه اللحظات نتابعه على قنوات دبي ريسنج الحاضرة. 7:43 أربع أجزاء من الثانية اللي وصلنا على المركز الثاني الكحالي سالم بن عبد الهادي بن صالح الأملح المري. المركز الثالث 7:43 ست أجزاء من الثانية اللي وصلنا ناصي لمحمد بن حميد بن ثابت الوهيبي. تهانينا والناموس للجميع. مشاهدينا الكرام متابعينا الأفاضل ها هي انطلاقتنا 13 تمت بعون من الله تعالى وتوفيقه.